احتفت بلدية مدينة الشارقة في مقرها الرئيس بمناسبة اليوم الوطني 46 للدولة بحضور سعادة خول الملا رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وسعادة أحمد سعيد الجروان أمين عام المجلس وسعادة ثابت الطريفي مدير عام البلدية وعدد من المسؤولين والموظفين. ضمت الاحتفالية عرضا عسكريا لطلبة المدارس ورقصات شعبية وعرض مقاطع فيديو عن إنجازات موظفي البلدية. اليوم الحمد لله نحتفي ونحتفل باليوم الوطني 46 لقيام دولتنا الحبيبة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويشرفني أن أرفع إلى مقام سيدي رئيس الدولة وإخوانه حكام الإمارات بأسمى آيات التهاني والتبريكات، وإلى أولياء العهود وإلى شعب الإمارات وإلى كل من يقيم على هذا الوطن المعطاء.